نظمت العنود الفايز طليقة الملك السعودي وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في لندن، مطالبة بالإفراج عن بناتها الأميرات الأربع المحتجزات في إقامة جبرية في مدينة جدة. ووسط حضور إعلامي لافت، صرحت العنود لبحرين اليوم كاشفة أن بناتها الأربع يتعرضن لمضايقات إلى درجة حرمانهن حتى من الطعام. حالة البنات الآن عندكم تعبانين تعبانين، إيش متوقع؟ ناس آخر شيء ما عاد عندهم حتى أكل. وكانت العنود الفايز قد أجرت مقابلة سابقة مع القناة البريطانية الرابعة، تحدثت فيها بشكل مفصل عن بناتها سحر وجواهر وهلا ومها، موضحة أن بناتها ممنوعات من التنقل والسفر دون أولاد وبنات وأحفاد الملك السعودي الآخرين. ويذكر أن الملك السعودي تزوج بشكل رسمي من 21 امرأة، طلق منهن 14 زوجة فيما توفي الثلاث زوجات، ولديه من الأبناء 16 ومن البنات 20، أكبرهم الأمير متعب والذي توفي وهو صغير، وعليه يكنى بأبي متعب بحسب الويكيبيديا. أما رئيس الحرس الوطني الحالي فهو متعب الثاني. ورغم محاولات العنود الفائز الحثيثة لحل مشكلة حبس بناتها الأربع ومنعهن من رؤية والدتهن لأكثر من 10 سنوات مدة إقامة العنود في بريطانيا، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بسبب تعنت الملك السعودي. وقد قررت مؤخرا الخروج للعلن والتحدث للإعلام والاعتصام أمام السفارة السعودية بعد الإجراء الأخير الذي اتخذ ضد بناتها بمنعهن من شراء الأدوية والتضييق عليهن إلى حد منعهن حتى من الطعام بعض الأحيان.